بلغة إسبانية. حقيقة يعني لا ينظر إليه من جهة أخرى بخصوص ما يتعلق باللغة العربية. فحركة كما تعلمون أن هناك حركة استعراب الإسباني عربيسيموس. هذه الحركة هم الإسبان الذين يشتغلون في الثقافة العربية، يقومون بالتحقيق والدراسة والتسليم، يدرسون التراث العربي بصفة عامة. الإسبان يدرسون الثقافة العربية والتراث العربي. في المقابل هناك عرب ومغاربة ومسلمون يهتمون بالثقافة الإسبانية، هم إسبانيستان، يعني يهتمون بالثقافة الإسبانية. وأغلب هؤلاء يشتغلون بالثقافة الإسبانية، لكن لا يجب أن نغفل جانبا مهما هو أن هناك من يكتب باللغة العربية. يعرف الثقافة الإسبانية وينقلها إلى القارئ العربي باللغة الإسبانية. الفرق بين يعني هناك الذين يشتغلون بالثقافة الإسبانية يشتغلون باللغة العربية، وهناك من يشتغل بالثقافة أو باللغة الإسبانية. الذين يشتغلون باللغة الإسبانية جمهورهم العربي محدود، بمعنى أنهم يخاطبون فئة محدودة من العالم العربي. في المقابل يخاطبون جمهور عريض بالنسبة للإسبان. الذين يشتغلون باللغة العربية العكس، يخاطبون جمهور عريض بالنسبة للعالم العربي وجمهور محدود باللغة الإسبانية، خاصة الذين يتكلمون باللغة الإسبانية في المغرب أو في غيره. ومن المعلوم أن الذين يتكلمون اللغة الإسبانية في المغرب لا يتجاوز عددهم 300,000. أغلب هؤلاء يعني يمكن أن نسميه المستصبنون، أغلب هؤلاء يعني يبحثون ويدرسون بازدواجية لغوية، يعني يبحثون، هناك من يبحث باللغة العربية وباللغة الإسبانية. في هذا الإطار يمكن أن نتحدث عن دراسة الأدب الإسباني، يعني الاستسبان وحركة الاستسبان العربي قامت بدراسة الأدب الإسباني بصفة عامة، وركزت بالتحديد أو بالضبط على التداخل الموجود بين اللغة العربية واللغة الإسبانية. كما نعلم أن وجود الفكرة الأندلسية هناك تداخل بين الأدب العربي والأدب الإسباني. هؤلاء المستثمرون العرب ركزوا على الحضور العربي في الثقافة الإسبانية. والهدف الأساسي والمبعث الكبير لهذه الدراسات هو رصد الحضور العربي في الثقافة الإسبانية. وهذه الأعمال التي قاموا بها شملت جميع الأجناس الأدبية، من الرواية والشعر والقصة إلى غير ذلك من الأعمال الأدبية. ففي مجال الشعر ركزوا على الرومانتيرو. الرومانتيرو ركزوا عليه في الدراسات، خاصة الرومانتيرو العربي، رومانتي أرابي. ركزوا عليه بشكل كبير لأن هذا الرومانتي يشكل يعني حلقة التواصل بين العرب والمسلمين في الأندلس، خاصة أنه يسمى شعر الفلوس. أثناء الصراع بين العرب والإسبان في الأندلس كان هناك هذا ما يسمى بشعر الرومانتيرو. واستنتجوا أي دارتوا مجموعة من القصائد في هذا المجال، من بينها قصيدة أبي نمارة بنمار، هي قصيدة معروفة، ثم قصيدة العربية تريس موريس مينامورين من خايف، كذلك درسوا هذه القصائد. من العرب الذين درسوا هذه الشعر صلاح فضل في كتابه من الرومان الإسباني دراسة ونماذج، وكذلك العبد الضعيف عيسى الدودي في دراسته من روائع شعر الرومانتيرو، من روائع شعر الحدود في الأدب الإسباني. كذلك درسوا الشعر الإسباني بصفة عامة، فركزوا على رموز الأدب الشعر الإسباني مثل فيدريكو غارسيا لوركا وروبين داريو وداماسو ألونسو. كل هؤلاء كانوا بترجمة أعمالهم ودراستها وامتلاكها للغة العربية. الموضوع الثاني أو المجال الآخر الذي اشتغلوا عليه هو السرد. السرد اهتم به العرب بشكل كبير، السرد الإسباني، خاصة ما يتعلق بالرواية وبالضبط الرواية البيكاريسكية. لنوبيلا بيكاريسكا درسوها بشكل كبير، لأن هذه الرواية يعني هناك أبحاث تقول بأن لها علاقة بالمقامة العربية، فدرسوها. قد درسها إسماعيل العثماني، ودرسها كذلك الأستاذ الفاضل مليح بن قرمون. وكذلك يعني هناك دراسة أخرى تتعلق بتفكير وجود العربي في الرواية، دراسة الأستاذ محمد أنقاد مدينة تطوان، بنقص صورة في الرواية الإسبانية، وهو عمل يعني فيه مجهود كبير ويعد مرجعا أساسيا في هذا المجال. كذلك تم دراسة أعمال
إسبانيا أخرى لرموز الأدب الإسباني مثل ماريو فاركاس يوسا، غابرييل غارسيا ماركيز، خوخي لويس بورخيس، خوان رولفو إلى غير ذلك من الأعمال. كل هذه الأعمال درسوها ونقلوها إلى الأدب العربي. في المجال المسرح، المجال الثاني هو مجال المسرح. المسرح كذلك يعني معروف أن الأدب الإسباني أصلا في إسبانيا وأمريكا اللاتينية، يعني هناك حركة مسرحية نشيطة جدا، فقاموا بترجمة هذه الأعمال ودراستها، خاصة مسرحية شيجار لفيدريكو غارسيا لوركا ومسرحية قاعدون لميغيل إرنانديز. يعني هذه إطلالة حقيقة، هناك يعني كم هائل من الأعمال، لكن حاولت أن أختصر نظرا أن الوقت لا يسمح. المجال الآخر الذي اشتغل عليه المستعرفون الإسبان هو الترجمة. كما تعلمون أن الأدب الإسباني يحتل مكانة مهمة وكبيرة على الصعيد العالمي، وهذا الأدب أصبح له تأثير في العالم برمته، والدليل هو أن أغلب الذين حصلوا على جوائز نوبل في السنوات الأخيرة هم من أمريكا اللاتينية. لذلك عمد هؤلاء العرب إلى ترجمة عيون الأدب الإسباني، فترجموا لهؤلاء الروائيين وترجموا كذلك ما يتعلق بالشعر. ومن المترجمين العرب نجد مجموعة من المترجمين، من بينهم محمود صبري، إسماعيل عثماني، صالح علماني، إدريس الجبروني، طه أحمد المكي، حسين مؤنيس، محمد القاضي، نهاد رضا، إسلام صبح، والأسماء كثيرة جدا في هذا المجال. وهذه الدراسات وهذه الترجمة شملت يعني مواضيع تيمات معينة في الأدب الإسباني. هناك ما يتعلق بالأدب، ترجموا كذلك الدراسات الأندلسية، دراسات إسبانية متعلقة بالأدب الأندلسي. ترجموا كذلك الأبحاث التاريخية المتعلقة بالموريسكيين، وكذلك دراسات متعلقة بالعلاقات المغربية الإسبانية، وكذلك ما يتعلق بحرب الريف والهجرة، ما يتعلق بالهجرة كذلك. يعني العناوين كثيرة جدا لا يسمح بالمجال. الأمر الآخر يعني باختصار هو حركة الاستعراض الإسباني. حركة الاستعراض الإسباني هي حركة نشيطة جدا، عملت منذ قرون من الزمن، وهي تعمل وهي تنشط، وهناك أسماء بارزة وكم هائل من المؤلفات والأعمال. هذه الدراسات تم العرب بترجمتها ودراستها والاهتمام بها ونقلها إلى العالم العربي، فقاموا بتعريف هذه الحركة وتطورها الزمني والاتجاهات ذات حركة الاستعراض الإسباني، وكذلك ركزوا على الأسماء البارزة في الاستعراض الإسباني، فركزوا على ميغيل أسين بالاثيوس، فرانسيسكو سيمونيل، فرانسيسكو كوديرا، أنخيل فونتاليت باليفيا، إيميليو غارسيا غوميز، فرناندو دي لا غرانجا، خوان فيرني، فيدريكو كورينتي، لويس موليا إلى غير ذلك من الأسماء المعروفة. استعراض الدراسات العربية المتعلقة بالإسبانية اهتمت كذلك بالمناظر المهتمة بالثقافة العربية في إسبانيا، خاصة المجلات كمجلة القنطرة، مجلة أوراق، هذه اهتموا بها بشكل كبير. كذلك المؤسسات الثقافية مثل كاس عربي، بيت العربي، وكذلك المعهد العربي في إسبانيا، إنستيتوتو عربي إسبانيو، كذلك اهتموا به بشكل كبير. لدي مجموعة من الملاحظات في الأخير تتعلق بالمقارنة بين الاستعراض وبين الاستثمار. الحركة الاستعراض الإسباني، حركة الاستثمار العربي، هي حركة ضعيفة جدا، لأنها حركة تعتمد على جهود الأفراد، كل فرد يشتغل بشكل منفرد مستقل، ليس هناك دعم، ليس هناك مؤسسات تنظم هذه الحركة، حركة الاستثمار العربي، وبذلك جهودهم ضعيفة. الكتب التي يصدرونها في غالب الأحيان يتم ترجمتها والعناية بها من طرف مؤسسات إسبانية. إذا هذا يعني دليل على أن هذه الحركة في العالم العربي هي حركة ضعيفة. ثانيا، عدم القدرة على مواكبة ما يصدر في إسبانيا وفي المناطق الناطقة باللغة الإسبانية. العالم الإسباني أو يعني المناطق الناطقة بالإسبانية تصدر يعني عدد غير يعني لا ينتهي من الأعمال يعني تباعا، لكن حركة الاستثمار العربي هي حركة ضعيفة جدا، لا يمكن أن تواكب ما يصدر. ثم أن حركة الاستثمار العربي هي حركة متأخرة جدا بالمقارنة مع حركة الاستعراض الإسباني. كاين مشكلة أخرى هي مشكلة اللغة. مشكلة اللغة، أغلبية المستعربين المستثمرين العرب لا يتقنون اللغتين بطبيعة الحال، أعلمونها هنا
هناك الذين يتقنون اللغة الإسبانية بشكل جيد، هناك ضعف في اللغة العربية، وهناك الذين يتقنون اللغة العربية وهناك ضعف وعجز في اللغة الإسبانية. هذا له تأثير على نتائج استنباط العربي. ساعة زي كذا كما حضر رسومي شكرا. أرى يعني رسومي في الإسبانية. En principio tenemos que distinguir entre arabismo y hispanismo. Arabismo significa los esfuerzos realizados por los españoles que consisten a investigar, estudiar, traducir, recopilar y clasificar patrimonio árabe. En cambio, hispanismo es un movimiento adverso que consiste en la investigación y los estudios que tratan de entender la cultura árabe. Se divide el hispanismo movimiento a los investigadores españoles que comunican con el español de banda ancha, pública y parte limitada de los lectores árabes, y otros que están escribiendo y buscando en árabe, pero se comunican con una amplia porción de lectores de árabe. La mayoría de los investigadores, en una forma holística, de doble convena la cultura árabe española. Estudios en literatura española. La relación entre la literatura española y literatura árabe anima hispanismo de lengua árabe a buscar e investigar en literatura española antigua y moderna. La razón fundamental para esta atención es principalmente a tratar de tocar la presencia árabe en la cultura española y detectar las huellas dejadas por la cultura del otro y presentar al lector árabe para saber el tamaño de penetrar en los antepasados de la otra literatura y de la cultura. Estos estudios han tratado de cubrir los distintos géneros como la poesía, novela, cuento y teatro. Los investigadores de hispanismo de lengua árabe estudiaron el romancero español, exactamente el romancero árabe que muestra algunos eventos y historias históricas que tuvieron lugar entre los árabes y los españoles durante la época del largo conflicto en el suelo de la península ibérica. Y cuestionaron sus poemas como Abinamar, Abinamar y Tres Morillas, Me enamoraré en Caí, como lo hizo el doctor Salafadl en su libro del romancero español, Modelos y Estudios. Isa Dauli en su estudio titulado Obras Maestras de la Poesía Fronteriza en la Literatura Española. En el campo de la narrativa se ha interesado la novela española en general, como en el caso de Abdulatif Abdelkhalil en su libro Efectos Árabes en las Novelas Españolas. También hubo una pausa especial a la novela picaresca, que le dio mucha atención, especialmente la salió de Tormes y su relación con el género Mahama en literatura árabe, como hecho el profesor Ismail Rahmani, que se especializa en este color novelista. Además, tenemos en Marruecos el doctor Mohamed Antar, que investigó en la imagen de Marruecos en la novela española en su libro La creación de imagen en la novela española. En la narrativa moderna estaban interesados en la obra de Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, etc. Pero también han escrito libros importantes en este campo, como Carácter árabe en las novelas de América Latina por el doctor Daoud Salloum y Características de la literatura latinoamericana, la novela como un modelo para Badr Abdelmalik Mohamed. Lectoras en literatura de España y en América Latina por el doctor Hamid Abu Ahmed. Al igual que el teatro recibió su parte de la atención. Se sabe que el movimiento teatral es muy activo en España y América Latina, lo que han estudiado, por ejemplo, las obras de teatro de Federico García Lorca y las obras de Miguel Hernández. Segundo parte, traducción.
المحرمة. Lo siento muchísimo, lo siento de manera profesor y no me escribo. Aunque solo es una cosa que me interesó muchísimo, que es el, lo que, a lo que va dirigido el hispanismo en árabe y a lo que va dirigido o al número de público a quien va dirigido el hispanismo en español. Realmente nunca hemos caído en eso. Efectivamente, los que escriben en árabe se dirigen a todo el mundo árabe. Los que se dirigen, pero los que escriben en español, los hispanistas en español, pues realmente el público es muy reducido. Muchísimas gracias también por explicar todo lo relacionado con los compañeros, la reflexión de los hispanistas en árabe, de los arabistas, perdón, en árabe sobre el arabismo español, que también es una idea que a los hispanistas a lo mejor se nos queda por ahí. Pasamos ahora a la última conferencia y realmente pues, el profesor Parrandani nos va a honrar con cerrar pues, en este caso esta mesa, así se debe interpretar.